طيب السؤال السابع والثامن طالب مني نفس الفكرة إني أطلع الميل للأيج أوف أول شيء السيرفات بعدين أوف الميل. فخلينا نشوف السؤال السابع analyze distribution حط الأيج في الواي كولوم وأول حاجة السيرفات باي حطه في الباي ونحط OK بيطلع معي تقسيمتين أول شيء ال net survived بعدين يطلع معي survived وبيطلع لي ال age الموجود اللي هنا أو ال values. هو طالب مني المين فنشوف المين ال net survived شوف هنا net survived المين ال age في ال net survived بيكون 30.5. طيب أما بالنسبة للسؤال الثامن قفل analyze distribution ال age بيكون في ال y column وطالب مني ال age ليش للميل الميل داخل ضمن السكس فنحط السكس في الباي اوكي هنا بيطلع لي الفيميل بعدين بيطلع لي الميل ننزل للميل ونشوف المين ايج المين ايج بيكون تحت كمان تحت اللي هو هنا 30.5 نفس الشيء.